نروح للأخبار اللي معانا؟ وإحنا سهرنا معاكم الناقد الرياضي المحترم وصديقي العزيز الأخ المحترم إبراهيم الخطيب، الناقد الرياضي في موقع كل الكورة اللي أنا بتعاون معاه على طول، وبشكر صديقي مصطفى قنطاوي رئيس مجلس إدارة كل الكورة، وصديقي محمد مهدي رئيس التحرير، وصديق إبراهيم الخطيب، يعني لا يتأخروا عنا أبدا. لسه كنت بدردش مع صديق إبراهيم الخطيب الناقد الرياضي في موقع كل الكورة والمسؤول عن ملف النادي الأهلي، بقول له خلال الساعتين ثلاثة اللي فاتوا أنا بستغرب الأهلي نزل بيحتفل بمحمد الشناوي وحصوله على جائزة حصل عليها من شهرين، فبما أنك أنت متخصص في أخبار النادي الأهلي وملف الأهلي، يا ترى لماذا الأهلي في هذا التوقيت نشر وكرم محمد الشناوي وفاجأه بهذا القرار من خلال صفحته الرسمية؟ أكيد في سر، يا ترى إيه السر يا هيبة؟ أستاذ إبراهيم الخطيب مساء الفل. مساء النور، أخبار حياتك إيه؟ ورب يكون متابعتك بالكرام بأفضل حال إن شاء الله. سهرناك معانا يا هيمة يا محترم. لا ولا يهمك ولا يهمك. إيه السر يا هيمة إن الأهلي يتذكر بعد شهرين تكريم محمد الشناوي ونشر صورته ويفاجئنا بهذا القرار على صفحته الرسمية؟ طبعا اتفاجئنا. طبعا محمد الشناوي كان في 22 يوليو اللي فات، كان يعني ده كان ميعاد التكريم بالجائزه وكده، بجائزه افضل حارس في افريقيا. طبعا اتفاجئنا امبارح لقينا النادي الاهلي بيكرم اللاعب، منزل له حمله دعم قويه جدا. طبعا افضل حارس بيكبر له ايوه هيمه معاك ابراهيم، خليك في مكان في شبكه ابراهيم. خليك في مكان في شبكه ابراهيم. لايكات يا جماعه الساهرين معنا، لايكات لو سمحتوا. طبعا كلكم تابعتوا صورة محمد الشناوي وتكريمه عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، ودي كانت مفاجأة ليا وللكثيرين، لأن هذه الجائزة حصل عليها محمد الشناوي في 22 يوليو، واخد بالك أنت؟ اتفضل يا إبراهيم وخليك في مكان في شبكة يا صديقي. كده تمام؟ أه تمام اتفضل. طبعا اتفاجئنا إن الساعات اللي فاتت ده حملة الدعم بتاعت النادي الأهلي. طبعا من خلال كلام مع حد قريب من محمد الشناوي كان في يعني بعض الـ يعني الزعل شوية على الكابتن أو قائد الفريق، يعني إن النادي الأهلي ما دعمهوش وقتها. طبعا حصل كلام مع من جانب الكابتن سيد عبد الحفيظ معاه، طبعا كان مبرر النادي الأهلي إن النادي الأهلي ساعتها كان طالع من خسارة دوري أبطال أفريقيا، كان بيلعب في بطولة الدوري، كان مهتم يعني كان النادي كان مشغول بالفريق يعني وكده بسبب البطولة المحلية، وكان داخل بعد كده على ماتش السوبر ماتش كاس مصر قدام نادي الزمالك. فطبعا كان في بعض النادي الاهلي حب طبعا يكرم اللاعب او يكافئ اللاعب فنزل له حملة الدعم. بعد كده في خطوة تانية يعني في اقرب وقت يعني بحيث يكون فيها متواجد فيها الكابتن محمود الخطيب زي حفلة تكريم صغيرة كده بالنسبة لمحمد الشناوي، بس طبعا دي لازم تتناسب مع تواجد الكابتن محمود الخطيب اللي هو زي طبعا بنتمنى له كل الشفاء ليه، ان هو هيسافر مطلع الاسبوع اللي جاي لفرنسا يخضع لرحلة علاج ممكن تطول شوية، يعني ممكن توصل لشهر شهر وشوية. فيعني دي ده السبب يعني ان المفاجاه بتاعت النادي الاهلي لمحمد الشناوي من خلال حمله الدعم اللي لقيناها على السوشيال ميديا او الصفحات الرسميه للنادي الاهلي على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وكده، اللي الجمهور يعني تساءل يعني ايه سببها، ايه اللي خلاها تظهر دلوقتي؟ يعني التكريم متاخر ولا الشناوي مقموص والاهلي حب يصالحه؟ ايه يعني إيه الاهلي حب يصلح ده اللي يعني ده العنوان الانسب يعني. يعني هل الشناوي نقل زعله للكابتن سيد عبد الحفيظ والناس اني انا لما اتكرمت ما سالتوش فيا
عبرا لوسائل الإعلام الخاصة بالأهلي والمركز الإعلامي، فالكابتن سيد نقل ده، فالمركز الإعلامي والأهلي قرر إنه يعيد الأمور لصوابها وينزل متأخر يحتفل بمحمد الشناوي؟ بالظبط بالظبط، الكلام اتنقل كمان لمجلس الإدارة، يعني كابتن محمود الخطيب اللي هو كان متواجد أو كان حريص على التواجد مع الفريق في الأسبوع اللي فات، وحضر حوالي تدريبين أو 3 تدريبات للفريق يعني، وكان منهم جلسات مع كابتن سيد عبد الحفيظ بشكل مباشر يعني. فكان طبعا يعني لازم يبقى في تأديب لكابتن الفريق طبعا، هي مش جايزه قليله طبعا، افضل حارس في قاره افريقيا، خصوصا كمان يعني اللي حصل مع الشناوي في منتخب مصر في المعسكر الاخير من جانب احمد الشناوي، ان هو عاوز ياخد الرقم 1 وبتاع، فطبعا كان لازم يبقى في تأديب لمحمد الشناوي برضه، لان يعني زي ما بنقول كده يتعرف مين هو محمد الشناوي يعني. فكان طبعا حاله الغضب ديت يعني الكابتن سيد عبد الحفيظ كان عارف بيها او اتنقلت له يعني، فطبعا تم الحديث مع اداره النادي الاهلي من جانب الكابتن سيد عبد الحفيظ، طبعا تم اتخاذ القرار زي ما شفنا حمله الدعم، وفي حفله تكريم ان شاء الله للكابتن محمد الشناوي في الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب ده بالنسبه لملف الشناوي يا جماعه، زي ما انتم سمعتوا كمان في الساعات الاخيره وصلني خبر عاجل ومهم، ان امير توفيق وصل لاتفاق مع النادي الياباني بخصوص اللاعب البرازيلي اللي بيعتبره الاهلاويه صفقه الموسم. يعني قول لنا صحه هذا الكلام وحقيقه الاتفاق والرقم المالي. طيب في البدايه المفاوضات بدات مع النادي الياباني من 10 ايام. كنا مع حضرتك في لايف من قيمه كام يوم، وحضرتك كلمتنا عن مين هي الصفقه الاجنبيه، قلت لحضرتك بالتحديد جناح ايسر بيلعب في اسيا. اللاعب طبعا لاعب مميز جدا، سنه صغير 27 سنه، هيدي للنادي الاهلي على الاقل 4 سنين. النادي الاهلي في البدايه كان عار اللاعب، القيمه التسويقيه على ترانسفير ماركت هي 800 ألف دولار. طبعا ده بيبقى على ترانسفير ماركت، لكن الامور التفاوضيه والنادي بتاعه اللي هو عايز يتخلى عن اللاعب بفلوس طبعا دي بتختلف يعني، طبعا بتختلف من نادي للتاني، او يعني في الامور التفاوضيه بتبقى بعيده عن ترانسفير ماركت. فطبعا النادي الاهلي لما دخل في المفاوضات، النادي الاهلي كان عارض في البدايه 1 مليون دولار. النادي الياباني لا، قال لا انا عايز 1 مليون ومثلا 1 مليون و300 تقريبا. النادي الاهلي فضل يعني في شد وجذب، طبعا النادي الاهلي وافق على 1 مليون و300. اتفاجئ النادي الاهلي من 4 ايام ان النادي الياباني لا، قال لا انا عايز 1.5 مليون دولار، 1.5 مليون دولار. انا مش هتنازل عن اللاعب غير ب 1.5 مليون دولار. ما هنا برضه عشان بس ما تتفهمش الكلام غلط، ان النادي الياباني بيتعنت قدام النادي الاهلي، لا هو النادي الياباني مش بيتعنت قدام النادي الاهلي، بدليل ان النادي الياباني من اول يوم عارف ان النادي الاهلي عايز اللاعب، يعني قال للاعب تفاوض مع النادي الاهلي على كل الامور اللي انت عايزها، سواء بقى طبعا محل اقامتك في مصر وموعد السفر ومرتبك كام، اتفاوض عادي جدا ومفيش اي مشكله. فلو النادي الياباني بيتعاند قدام النادي الاهلي ما كانش هيخلي اللاعب يتفاوض مع النادي الاهلي. الجانب الثاني، اللاعب نفسه من اول يوم النادي الاهلي تواصل معاه عن طريق شركه تسويق متواجده في اسيا، التواصل بيتم عن طريق شركه تسويق متواجده في اسيا. فاللي تم طبعا الاهلي اتفق مع اللاعب على كل حاجه، امتى هيجي، هياخد على الكشف الطبي في 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 مستشفى مصر الدولي، في طبعا مرتبه هيبقى مش هيتعدى المليون دولار، ممكن يبقى 850 900 الف دولار. النادي الياباني طبعا الاهلي اتفاجئ ان هو بيطلب 1.5 مليون. طب بيطلب ليه 1.5 مليون؟ لان شركه التسويق اللي هي العامل الوسيط ما بين النادي الاهلي والنادي الياباني بياخد نسبه. ثانيا اللاعب نفسه لسه متعاقد مع شركه تسويق خاصه بيه هو، الشركه دي برضه ليها نسبه هتاخدها من النادي الياباني. فالنادي الياباني النادي الياباني عايز ياخد الرقم صافي ويخلي الاهلي يتحمل نسب الشركتين، شركه اللاعب وشركه التسويق. بالظبط كده. فدي طبعا الخلاف طبعا ده ما فيهوش يعني، ما كانش فيه اي عائق، النادي الاهلي طبعا كان فيه شد وجذب، لكن النادي الاهلي وافق في النهايه. كام بالمصري؟ 40 مليون مصري؟ 1.5 مليون دولار يعني، ما يقرب يعني من الرقم ده. حوالي من 38 ل 40 مليون جنيه. بالظبط. فلما الاهلي خلص مع النادي،
طبعا النادي الاهلي دايما يعني بيتعامل في الصفقات بتاعته بنظام الاقساط. زي ما احنا عارفين طبعا ان صفقات وادي دجله مثلا خير دليل على ذلك، يعني الاهلي لما جاب الست لعيبه من نادي وادي دجله جايبهم باقساط على 18 على 18 شهر، كل شهرين يدفع قسط. فطبعا النادي الاهلي بيتعامل باقساط، فالاهلي عرض ان هو يدفع 850 الف دولار، الشيك الاول يطلع ب 850 الف دولار وال650 يدفعوا في فبراير اللي جاي. طبعا النادي الياباني قال لا انا عايز المبلغ كله كامل. طبعا في شد وجذب، بس يعني بنسبة كبيرة خلال الساعات اللي جاية يعني الأهلي هيدفع فلوس كاش، مش هيدفعها تقسيط. يعني النادي الأهلي كده كده جاي له أصلا عقد رعاية قوي، في النهاردة جلسة ما بين النادي الأهلي والشركة المتحدة عشان عقد الرعاية. انا لسه كنت اكلمك على الخبر ده منفصل، خليني بس الاول اقول يا جماعة النادي الياباني شبه وصل لاتفاق مع امير توفيق. ملخص الحدوتة ان النادي الياباني انا موافق على الرقم، ولكن لا اتحمل فلوس شركة التسويق الوسيطة ولا شركة تسويق اللاعب اللي اللاعب ماضي معاها، فعشان كده قفز الرقم لمليون و300، والنادي الأهلي يعني شبه وافق وهيدفع الفلوس كاش موني في، والموضوع منتهي. نروح بقى للموضوع اللي أنا متبنيه، عقود الرعاية. الأهلي هيجيب منين فلوس هذه الصفقات؟ زي ما قلت لكم الكلام اللي بيتقال على ان في ناس بتطفش رعايات الاهلي كذب، ان في دولة بتتدخل على كان تمنع الرعايات الكبيرة انها تروح الاهلي كذب، في بعض المسؤولين بيقولوا ان اي رعايات تيجي الاهلي لازم تروح الزمالك ولازم الزمالك يبقى زي الاهلي، هذا كذب. والدليل ان الاهلي كان اجتماع مع الشركة المتحدة وفي عقد كبير جدا بينتظر الاهلي كرعاية، والتفاصيل مع ابراهيم. تفضل يا ابراهيم. طب بالنسبة لعقد الرعاية طبعا في منافسة كبيرة ما بين شركتين اتصالات، لو ينفع أقول اسمهم، في شركة وي ايوه وشركة اتصالات مصر، اللي هي يعني ليها اللي هي الشركة الأم بتاعتها متواجدة في الإمارات. تمام. وفي شركة برزنتيشن برضه، عشان برضه ما نغفلش الموضوع ده، شركة برزنتيشن برضه مقدمة عرض إنها تاخد الرعاية بتاعت النادي الأهلي تاني. يعني شركة برزنتيشن مقدمة عرض. ما خلينا نقول المتحدة للتسويق دي بتسوق حقوق النادي الأهلي، لكن بالظبط برزنتيشن عايزة تاخد حقوق النادي الأهلي. بالظبط. وفي طبعا عقد يعني من شركه وي وشركه اتصالات، ممكن يكون في عروض تانيه. لا، في عرض اودي للسيارات، وفي مازال الباب مفتوح والمفاوضات مع الطيران القطري حتى الان، واكد ده سيف الوزيري. وفي بعض الشركات العملاقة في مجال المواد البترولية لم يذكر اسمها، وإن كنت عرفت إن شل داخلة بقوة وشركات عالمية، شركة المتحدة للتسويق من ناحية وبرزنتيشن من ناحية، يعني واصلين مع شركات خارج مصر وبيسوقوا بره الصندوق بارقام قويه، لاني انا عبد الناصر اللي يعنيني ان احنا ندخل دولار للاهلي احسن ما ندخل مصري ايا كانت الارقام. هو العقد الرعاية طبعا ممكن يوصل ل 2 مليار او يعدي، طبعا لان عقد الرعاية مش معاه عقد الرعاية بس، بيبقى في عقد الرعاية وعقد البث الفضائي وعقد والقميص بتاع النادي الاهلي، الاهلي هياخد فيه 500 الف دولار من شركة اديداس كل سنة، فدي انت بتجمع دي عقود الرعاية كلها. لكن الناس فاكرة ان عقد الرعاية وكمان هو العقد الاهلي وكمان الاهلي دخل مداخيل مالية جديدة من خلال انه دلوقتي بيعمل حصر لحقوقه الرقمية، وهيسوى حقوقه الرقمية بعيدة عن الرعايات كمان، خلي بالك من الجزئية دي. ومن بالظبط. المفترض الأهلي يوصل ل 2 مليار 600 مليون، وبالحقوق الرقمية ممكن يوصل ل 3 مليار أو أكتر. بالظبط. فطبعا زي ما بنقول ان في اجتماع النهارده هيتم ما بين مسؤولي النادي الاهلي والشركه المتحده اللي هي اللي واخده حق تسويق رعايه النادي الاهلي، بنسبه كبيره ممكن يحسموا فيه الراعي الجديد. زي ما قلنا ان في شركتين اتصالات، وي وشركه وي وشركه اتصالات، تمام، دول ابرز يعني دول اللي ساخلين بقوه او في بينهم هما الاثنين صراع، فده يكون دي طبعا رعاه تانيين. في طبعا جانب تاني، ده الراعي، ده الراعي الرئيسي اللي احنا بنتكلم عليه، ده الراعي اللي بيتحط على صدر التيشيرت من قدام. في طبعا رعاه فرعيين، يعني لو بتلاقي بقى كده في راعي موجود على الكم، في راعي زي جهينة.
بالظبط ايوه. فالرعاة اللي هم الفرعيين بنسبة كبيرة، يعني الراعي اللي موجود على الكم بنسبة كبيرة هيكون دهانات جي ال سي زي ما هي. الراعي اللي هو بيتحط خلف اللي هو في الظهر التيشيرت في شيل هيليكس، شركة شيل هيليكس برضه بنسبة كبيرة تبقى متواجدة، وتايجر برضه هتبقى متواجدة. من قدام طبعا في الراعي الرئيسي بيبقى مبسوط كده في نص القميص، ومن فوقيه في كان بنك سائيب، بالنسبه كده برضو بنك سائيب هيبقى متواجد زي ما هو يعني. ده بالنسبه ده بالنسبه للرعاة. طبعا الكلام الساعات اللي فاتت كان في كلام على القميص المنتشر او المتسرب للقميص الجديد للنادي الاهلي. طبعا ده فينا جماهير الاهلي غاضبة جدا وبتقول انه تيبيكال تقليد من تيشيرت التعاون السعودي. طيب هو يعني بنسبة 100% هو ده التيشيرت اللي هيتم الإعلان عنه في الساعات اللي جاية. طيب هو الناس بتقول ده هو متشابه مع فريق سعودي وفريق كذا. التعاون بص هي شركة أديداس من الشركات اللي هي ممكن نقول عليها شركة كلاسيك شوية، شركة ما بتغيرش التصميمات بتاعتها ودي يعني. ودي مشكلتها حتى في الموديلات بتاعتها، انها ما بتطورش الا كل كام سنة، بتحافظ على الموديلات. بالظبط. فطبيعي طبيعي ان التيشيرت اللي هتشوفه طبيعي ممكن تقول ده زي تيشيرت كذا، ده طبيعي لان شركه اديداس مش من الشركات اللي بتطور في الموديلات بتاعه القمصان. فطبعا لما بكل تاكيد اللي تم يعني ده حاجه اكيده لازم تكون تمت، ان لما جه يتعرض الموديلات على النادي الاهلي ده طبعا كان افضل موديل النادي الاهلي وافق عليه. فطبعا بغض النظر عن هو متشابه مع نادي سعودي او مش متشابه، فلازم نقول المعلومه الصح ان شركه اديداس اصلا مش بتطور في الموديلات بتاعتها، فطبيعي يبقى يكون متشابه مع حتى الكوليكشن بتاع في البيع للافراد على مستوى العالم واقف. يعني انا لما بروح دبي ولا بتصل باصحابي في امريكا ولا حتى في المانيا، الموديلات حتى من عيوب اديداس، يعني نايك بيطور بشكل رائع كل سنة، بوما كذلك الامر بدأ يتطور، حتى امبرو، لكن اديداس قوالبها ثابتة لفترات طويلة. بالظبط. طبعا الناس بتقول القمصان طب الاهلي ليه ما اعلنش وكده. طبعا وقت الاعلان ده متروك للنادي الاهلي، يعني وقت الاعلان ده هو متروك بس هم فضلوا انهم يفضلوا حتى الساعة الأخيرة مع شركة مع الشركة اللي موجودة، والنهاردة وأمس السبت العصر انتهى عقد الشركة امبرو، وبناء عليه سيعلن الأهلي على القميص خلال ساعات. بالظبط. طبعا يوم الاثنين اللي جاي طبعا الفريق هيعود للتدريبات، الفريق هيعود بالتدريبات غدا الاثنين. في مشكلة هنا عايز أسألك، هو فعلا مستر كولر، وعايزين ننفرد بالتفاصيل دي معاك، مستر كولر مش عايز يتدرب يوم الاثنين في استاد التتش الولية؟ يوم الاثنين لا مش عاوز يتدرب، يوم الخميس اللي جاي يوم قبل بتونس. قبل السفر. طب ليه هل هو غضبان من استاد التتش ولا حاجة؟ هو الراجل يعني لما راح لعب على ملعب مدينة نصر يعني معجب جدا بالملعب هناك، معجب بالأرضية شوية، فالراجل يعني ميال لملعب مدينة نصر بشكل كبير. بس طبعا هي الأزمة أصلا عشان الأهلي يحول لمدينة نصر، في فرق أصلا الناشئين والشباب بتتدرب فاهم هناك، فاهم ما ينفعش. هو بيختار موعد محدد يروح يتدرب فيه يعني كل فترة كده. الراجل معجب جدا عايز يوم الخميس اللي جاي يتدرب في مدينة نصر. يتدرب الصبح قبل ما يسافر بالليل لتونس. بالنسبة اللي كنا بنقول بنتكلم على عقود الرعاية، طبعا كده احنا خلصناها. آخر حاجة بس الفريق لما يرجع يوم الاثنين اللي جاي هيتدرب بالتيشيرت الجديد اللي هو بالتيشيرت اديداس، هيبقى متواجد علشان كده بقول لك خلال ساعات سيعلن التيشيرت الرسمي، وسيظهر رسميا اللعيبه بيه يوم الاثنين في تمرين الاثنين غدا. بالظبط. طب في معلومه، في بعض الناس قالت ان في خلاف كبير ما بين الاهلي واديداس، وان ربما يفسخ التعاقد، صحه لا لا الكلام ده؟ لا 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 مفيش. لو هيفسخ التعاقد كان تم ال كان كان ما كانش الدفعه الاولى وصلت، الدفعه الاولى وصلت من اديداس بخصوص تيشيرت النادي الاهلي ده ما وصلش من امبارح ولا اول زي ما الناس ما بتقول، ده لسه واصله من قيمه كام يوم. لا الدفعه الاولى وصلت الخميس اللي قبل اللي فات، الدفعه الاولى وصلت حلوة للنادي الاهلي المعلومة دي، تمام. الخميس اللي قبل اللي فات، يعني
لو في اي خلاف او اي حاجه. طب ما كانتش الدفعه الاولى اتباعت، وكمان دي عقود بتتوقع، فالدفعه الاولى مش هتيجي للنادي الاهلي لو ما كانش في عقود اتوقعت والاتفاق تم. طبعا اتفاق 3 سنين 500,000 دولار سنويا في توريد للملابس لكل القطاعات، فريق اول وقطاع الناشئين لجميع الفرق. فطبعا لا يعني لو في خلاف ما كانش الدفعه الاولى جت بشكل كامل يعني.